السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. اليوم راح ندير لكم بإذن الله زلابية، وإن شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها، وأنا متأكدة من شطارتكم بأنكم راح تنجحوا فيها، لأن يعني وصفة مجربة وأنا نعتمد عليها. واش نقولكم، تبعوا فقط الطريقة والمقادير، وراح نروح معكم غير بالعقل. واش عندي هنا؟ هنا عندي ملعقة هايديك صغيرة تاع الأكل، عفوا ملعقة صغيرة تاع قهوة هايك، زيدوا كذلك كوب تاع ماء، أوليك كوب تاع ماء. هنا الماء راه دافي، ماشي سخون وماشي بارد، دافي شويه فقط. نضيفوه لهنا ونحط كذلك هكذا على راس المغرف رشه تاع السكر، هكذا رشه صغيره تاع السكر فقط باش الخميره تاعنا تتفاعل. انا ماشي راح نديروها باش تولي حلوه، نغطوا الخميرة تاعنا، نخلوها فقط دقائق شوية تتفاعل، ماشي حتى تطلع الخميرة، لا تتفاعل فقط شوية، نغطوها ونخلوها هكذا. أنا خليتها زوج دقائق تقريبا، هاي ليك. هيك الخميرة تاعنا، هيك شوفوا كيفاش. نضيفوا لها الان، نضيفوا لها كوب تاع فارينا، طبعا الكوب هذا عندنا كامل في الدار، ما كاش يعني الجزائريين اللي ما عندهمش. الكوب تاعنا نعمروه، الصورة راهي واضحة، تبعوا الخطوات واتكلوا على الله وبإذن الله تنجحوا فيها. وهاد الزلابية السر تاعها هو عملية الاختمار، تخلوها تخمر 24 ساعة. هاوليك الكوب تاع الفارينة، لازم تخمر، ونضيفوا لها كذلك رشة ملح، يعني ماشي نص، يعني ملعقة صغيرة تاع الملح، نوريها لكم باش ما تجيناش صامتة. هكذا تاع الملح نحطوها هنا ونخلط. بسم الله، صدقوني ماشي اشهار واش رايحه نقول لكم، الفارينه تاع سين وماما للزلابيه ولا اروع، لكن انا ما لقيتهاش. هنا راني شاريه فارينه، يعني صراحة شارية تاع 50 كيلو، لو كان تاع سين وماما ما شاء الله. شوفوا كوب، هذه الوصفة كوب ونزيد زوج ملاعق ونشوف، لأن كاين فرينة خفيفة. زوج هاك ونخلط. طبعا القوام تاع الزلابية تاعنا ما تكونش جاريه،
ونخلط هكذا. نخلطها مليح. باش ما ديلكمش هذيك التكتلات. فوالا الان شوفوا كيفاش جاتنا هاي العجينه تاعنا، هاكيك ما فيها لا تكتلات لا حتى حاجه. هاي كيفاش تجي في هذه المرحله، ما نديرولهاش الملون حنا لان راح نتركوها تخمر 24 ساعه. نخلوها دوك نغطيها ونخليها تخمر. سمحوا لي اذا راهي بان شويه الخيال لاني راني نصور في الليل. فوالا نخلوها تخمر كما قلت لكم، لما تشوفوها تطلع ولوا ليها وعاودوا كسروا لها الخمير تاعها حتى تكمل 24 ساعه. في كل مره تخمر خسروا لها الخمير تاعها. ديروها في حاجه دوكا كنت سالو تقولوا يعني كميه صغيره ودارتها في ان بول كبير. معليش ديروا لها باش تلقى الوسع كي تخمر، ما ديروهاش في طاس ولا دون ان بول دي ياقوله، لا لا ديروها في بول يكون هكذا كبير ولا باسينه بغلاقها. يعني نعاود ونكرر عطولها وقتها في الاختمار. ونحطوها جانبا ونخلوها. فوالا هانا رجعنا بعد ما خليته طلع شويه. فوالا من هذه الخمور الاول، هذه المره الاولى كيخمر، المره الاولى كيخمر. فوالا هاوليك هاك خامر ما شاء الله. شوفوا هاوليك، شوفوا كراهو خامر. ها نخلطو نزلو الخميره تاعو. خلوه يزيد يخمر، قلت لكم 24 ساعه نعاود ونكرر. وانتم ما عملوا هذه العمليه، كي تشوفوه طلع نزلوا له حتى يلحق 24 ساعه. لما يلحق 24 ساعه انا رايحه نولي لكم باش تشوفوا كيفاه نضيفوا له الملون. انا كيما قلت لكم راني درتو في الليل، قولكم تصبحوا على خير وغدوه ان شاء الله نتلاقاو على بركه الله. واصبح الملك لله والحمد لله
هاني وليت لكم بعد ما خليته ليله كامله. وفي كل مره غير يخمر شويه نخسروا له الخمور تاعو. هاوليك الان واش نضيف في هذه المرحله. في هذه المرحله رايحه نضيف شويه ملون احمر. تقدروا تستغناو عن الملون الاحمر. وعندي كذلك زعفران، تقدروا ديروا غير زعفران، اللي ما تحبش دير غير زعفران. كاين ملون احمر وزعفران كما شفتوا هاوليك. بسم الله. كاين زلابيه اللي خلوها تخمر 71 ساعه. نزيد لها شويه ملون احمر وزعفران كذلك. هذا هاوليك اللون تحصلنا عليه. نتوما تحبوها شويه فونسي ديروا لها، تحبوها بلو كلير ديروها، تحبوا تخلوها غير صفراء ديروها صفراء. هايليك هايليك الزلابيه تاعنا. وكي تكونوا تخدموا فيها ما تخافوش انكم راح تشموا ريحه الخميره. عادي هي اللي تمد لها هذيك البنه تاعها كيما تاع برا، هذيك شغل ريحه القروسيه شغل. انا في هذه المرحله انا عندي عفوا عندي هذه العلبه. انا عندي هذه انا غسلتها هي صراحه عندي راني نستعملها يعني عندي مده. غسلتها كيما قبيل، زدت غسلتها وعقمتها، ندير الماء يغلي وندير فيه شويه خل ونحطها داخل الماء، تاخذ غليه وحده ومن بعد نحيتها. هاي ليك عقموها فقط، غسلوها مليح ما يصرى لها والو. الان فرغوا الخليط تاعنا هنا في هذه القرعه. هاوليك بعد ما درت الزيت ما درتش بزاف، خليته سخن، نبداو نطيبو في الزلابيه تاعنا. ما تكتروش الزيت. شوفوا اللون تاع حاجه ما شاء الله. وانا بعد ما تشوفوها يبست قطروها من الزيت وروحوا مباشره على العسل. فوالا هاوليك العسل تاعنا، دخلوها هكذا وخلوها في العسل. هاوليك العسل تاعنا هذا انا درناه راه في القناة، ومن بعد نحط لكم الرابط تاعو. نزيدو نديرو واحدة أخرى مع بعض. طبعا تاع الدار ما يجوش يعني كيما تاع
سبيسياليست فيها، لكن المهم تنجح الوصفة. نرجعوا لهذيك الزلابيه تاعنا، نقلبوها ونزيدو نخلوها في العسل. فيديو قلت نخليكم تشوفوا كلش. نحيو هذه تاعنا اللي درناها تاع السلت، نقطروها من العسل. نحطوها في الكسكس تقطر. نرجعو لهذه تاعنا ما نساوهاش. نحطوها في العسل هي كذلك. نخلوها هكذا. شوفوا الزلابية تاعنا كيفاش جات ما شاء الله. انا نكمل كامل الزلابية اللي عندي ونرجع لكم باش نشوفوهم في طبق التقديم. هي تاعنا تتكلم عن نفسها وداعا الزلابية تاع برا. جربوا الوصفة، شفتوا كلش كان قدامكم. تبعوا فقط الطريقة والخطوات وان شاء الله تنجحوا فيها. هاي ليك، هايك هاي الزلابية تاعنا. هسا تشوفوا نقسم هذه معكم. سمعتوا بلا غير مسيتها. قالت راني هنا هايك. شافوا هاي القرمشة تاعها، ها كيفاش جات لداخل ما شاء الله. هايك وصفة ناجحة، ما تخافوش منها، جربوها وبإذن الله رايحة تعجبكم. هايديك وتفرحوا بها بليداتكم. ومازال ان شاء الله عندي فيديوهات اخرى بمناسبة الشهر الكريم. نقولكم انا في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.